اما ده الناس بتوقفك في الشارع وتقول لك الماتش الجاي ومش الكلام ده، ايه الاخبار؟ لا الكلام ده حصل كتير بالذات السنة دي من بعد ماتش السوبر، لأن ماتش السوبر يعني أعتقد إن العين عليه كانت كتير. صح. من بعد الماتش دوت بدأ إن الفولي ياخد صيت في الشارع شوية، فمن بعد ماتش السوبر بعد كده الناس بدأت تتفرج على الماتشات، بعد كده الدوري، بعد كده أفريقيا، بعد كده الكاس. لا يعني تلاقي الموضوع اختلف، أنا بمشي بلبس الزونت كده عشان ما حدش يشوفني في الشارع والله عشان ما حدش يعرفني. الموضوع مختلف، لا طبعا بس اختلف ده احلى تماما. حاجه في الدنيا ان انت تبقى ماشي والجمهور بيحبك، وخصوصا ان انت واحد من الناس اللي بتفرح الجمهور. يعني برضو انا عايزك تقول للناس يعني ايه مركز ثلاثة، وانت واحد من افضل واحنا بنتفرج كده على التتويج بالسوبر، انت واحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المركز وبيلعبوا في الكاسنتر. يعني اشرح لنا برضو وانت بتتكلم كده يعني ايه هو المركز بتاعنا مبدئيا اسمه ميدل بلوكر، يعني اهم حاجه عندنا في المركز البلوك، يعني صح. دي الميزه بتاعتنا. دايما انت بتطلع بلوك في كل المراكز تقريبا، تروح في بوزيشن 4 بوزيشن 2 تطلع مركز 6، بتروح في كل المراكز يعني. فدي دي اهم حاجه في مركزنا. وطبعا بنتاك في كل كوره وسيرف، بناخد بعد السيرف لفه خلفيه بيدخل الزميلي السنتر التاني، لان احنا بنبقى اتنين، فزميلي بيدخل وبعد كده انا اطلع اللفه الخلفيه بره وبس. ده ملخص المركز بتاعي يعني. صحيح، ولكن ان انت تبقى في مكان في واحد زي بقيمة عب، وده حاجة كبيرة جدا أعتقد. كابتن حليم عب طبعا كان مثلي الاعلى وانا في الناشئين، ولسه ما زال مثلي الاعلى طبعا. لا كابتن ما حليم تكبروش تعب. قوي برضه يا نجم. لا طبعا كابتن حليم كان قاعد معايا في البيت من وانا عندي 14 ده سنه، حقيقة ده ما شاء كان قاعد الله. معايا في البيت عشان احنا الحاجات اتنين دي ناس مغتربين. بتحب تسمعها بالمناسبة. كابتن حليم وكابتن يعني كان قاعد معايا في البيت من وانا عندي 14 سنه لحد ما تقريبا بقى عندي 17 سنه او 18 سنه، كان قاعد معايا في البيت. فهو يعني فتعلمت عشره منه. عمر. عشره عمر واتمرنت معاه كتير طبعا. كابتن حليم يعني خبره برضو، تقدر تسال يعني تساله في حاجات وتستفسر منه، هو دايما بيقول لنا نصايح من بره. وبرضو كابتن سايكو، عشان كابتن سايكو برضو ميدل بلوكر، فدايما تسمع للاثنين دول من بره خبرتهم بس ما شاء الله عليه.